السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل يونت 4 assessment. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب. يلا بسم الله، ركز معايا عشان اسئلة مهمة جدا واسئلة امتحانات فيها افكار محترمة. اوكي، عايزين نطلع من الحصة واحنا استفدنا على قد ما نقدر. طب هنا بيقول choose the correct answer in the division equation 4235 divided by 35. الكلام ده equals 121. ده هو مديك الديفيجن ايكويشن كاملة. Then the divisor is A. مين الديفيزر في النمبرز اللي قدامك دي؟ احنا حفظناها dividend divisor quotient. ايدك شاورت هنا يا مستر، وانت بتقولي divisor يبقى 35. متفقين؟ خلصت دي كده خلاص. اللي بعدها using the opposite area model 2 divide 3084 divided by 12. Then the value of x is a. طب تعال نشوف كده على الاريا موديل اللي قدامي، بص عليها معايا، وهو عايز value of x. x دي equals ايه يا شباب؟ يميس النمبر بتاع x ده لما بعمل له multiply by 12 هيديني 600 دي. يعني انا عشان اجيب x لازم اقول 600 divided by 12، عشان اجيب value of x لازم اخد 600 دي divided by 12. متفقين؟ طب تعال نبص كده 600 divided by 12 والكلام ده equals. لو منكم ناس حافظة time table بتاع 12 هتلاقي الدنيا ماشية معاك، وخصوصا ان انا اقدر احلها وهي في مكانها كده، مش لازم استخدم standard algorithm بتاعتي واحلها. ازاي يا ميس؟ تعال اقول لك. مش انت عارف ان انت لما بتيجي تعمل ديفايد بتبدا فروم ذا ليفت تو ذا رايت؟ ادي الاتجاه بتاعي اهو، وانت بتكتب الانسر بتاعك بتكتبه فروم ذا ليفت تو ذا رايت. لحد كده عندك مشكله؟ لا. طب يلا 6 ديفايدد باي 12 مش هينفع، اصل 6 اصغر من مين؟ من 12. هتاخد الزيرو وتقول لها ساعديني 6 ديفايدد باي 12 ايكوالز 5 باي 12 بسكستي، نزلت ال5 اهي. طب 0 divided by 12 equals 0. خلصت. انا كده عرفت ان انا ايه عندي الx دي equals 50. الx بتاعتي equals ايه يا شباب؟ 50. متفقين؟ طب تعال بص على السؤال اللي بعده. الاسئلة دي افكار حلوة وبأكد عليكم بتنزل في الامتحانات. هنا بيقول by using the following area model to divide. هو استخدم الاريا موديل اللي قدامه دي او اللي حطيتها قدامك دي to divide. Then the suitable division equation is a. المسألة أصلا اللي اتكتبت قدامك عشان تستخدم الاريا موديل دي كانت ايه؟ انت تقدر بقى تكتب لي المسألة، انا كاتب لك اهوت وعمل لك الاريا موديل كاملة. تقدر تقول لي مين هو الديفيدند ومين هو الديفايزر ومين هو الكوشنت في المسألة؟ اه طبعا انا عارف ان الديفيدند بتاعي اول رقم بيتكتب هنا، ده الديفيدند. يبقى انا كان معايا 1456 divided by الديفايزر يا ميس هو اللي بنكتبه هنا هو on the left، يبقى divided by 13 والكلام ده equals. كوشنت بتاعي هجمع النمبرز اللي موجودة فوق دي، بجمع النمبرز دي 100 plus 10 110 plus 1 111 plus 1 112. هي دي كده الديفيجن operation بتاعتي. اوكي، او الديفيجن equation بتاعتي. تعالوا نروح نشوفها هنا، تعالوا نشوفها هنا اهوت. اوكي، بصوا كده 1456 divided by 13 equals 112. هي دي. متفقين؟ يبقى انت لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. انت لو مش فاهم ان الديفيدند بتاعك ده مكانه بيتكتب هنا في الاريا موديل مش هتعرف تكتب اول رقم. لو مش فاهم ان الديفايزر بيتكتب هنا في الاريا موديل مش هتعرف تكتب ان divided by 13. طب لو انت مش فاهم ان انا بجمع النمبرز دي عشان اجيب الكوشنت بتاعي برضو مش هتبقى عارف. وخد بالك انا عيني راحت بصت هنا عشان اشوف عندي ريميندر ولا لا، لان لو لقيت هنا رقم كنت هكتب له ريميندر وكنت هكتب الرقم اللي موجود هنا، لكني ما لقيتش. متفقين؟ طب تعال نبص على السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك if 3012 divided by 12 الكلام ده equals 251. then هو مدي لك ايه؟ مديني division equation. طب 251 multiplied by 12، بص كده على المنظر ده، relation between division and multiplication relation اهو. اخد بقى ايه؟
اخد كوشنت ملتبلايد باي ديفايزر هيديني ايه؟ هيديني ديفيدند يا ميس 3012. متفقين؟ طب تعالوا نشوف اللي بعده، ركز معايا. بيقول لك 14 ملتبلايد باي 365 والكلام ده ايكوالز 5110. لحد كده مدي لك ملتبليكيشن ايكويشن كامله، ادالك المساله وحلها. اوكي، زين 5111 ديفايدد باي 14. تعالى نرجع نبص، ما هو مش هيكتب لي دي كده الا لو هي ليها علاقه بالكلام اللي قدامي ده. طب ايه هي العلاقه؟ بص كده، انا عندي هنا البرودكت عباره عن ايه؟ 5110. طب هنا الديفيدند بتاعك عباره عن ايه؟ 5111. يا ميس ده هنا ده اكبر من ده ب 1، معايا 1. يبقى لما اخد الرقم ده ديفايدد باي 14، الرقم ده واعمل له ديفايدد باي 14 هيديني مين؟ هيديني 365، وهيتفضل معاك ريميندر 1 اللي هو زوده على مين؟ على البرودكت اللي كان هنا. متفقين؟ يبقى انا معايا 365 ريميندر 1 اهي. واضحه الفكره؟ تعالوا نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لي 3681 ديفايدد باي 35، وبيقول لك الكلام ده ايكوالز 105 ريميندر كام؟ ناقص لي ريميندر قد ايه؟ في طريقتين تحل بيهم المساله دي، يعني في طريقتين مش طريقه، اللي هم ايه؟ اللي هم ان انت الاول تحل المساله، تشوف الجزء ده وتاخد الديفيجن اوبريشن بتاعتك وتحل وتطلع الكوشنت بتاعك والريميندر، فهيظهر معاك ريميندر ايه وهتكتبه. دي اول طريقه، تمام؟ طب الطريقه الثانيه ان انت هتروح تعمل ملتبلاي للتو نمبرز دول 105 ملتبلايد باي 35، هيطلع لك برودكت، تشوف البرودكت ده ناقص له ايه عشان يوصل ل 3681 عشان تعرف الريميندر. انا هعمل الطريقه دي على فكره دلوقتي، يعني انا هاخد التو نمبرز دول وهعمل لهم ملتبلاي، تمام؟ 105 ملتبلايد باي 35، ركز معايا اهم. اوكي، 105 ملتبلايد باي 35 كوشنت ملتبلايد باي ديفايزر، تمام؟ يلا 5 باي 5 25 5 اند كاري اب 2 5 باي 0 0 بلس 2 نزلت 2 5 باي 1 5 اجري حط 0 هنا 3 باي 5 15 5 اند كاري اب 1 طبعا دي خلاص انا حطيت الزيرو اهو اوكي وحطيت ال1 فوق اهو. طيب بعد كده 3 باي 0 0 بلس 1 بقت 1 3 باي 1 3 ابدا اعمل بلس 5 بلس 0 5 2 بلس 5 7 5 بلس 1 6 وهنا معايا 3 نزلت فبقى معاك كام؟ معايا 3675. متفقين؟ طيب تعال نبص كده على الرقم اللي المسألة بادئة بيه 3681 اهو. انت بقى هتاخد 3681 وتقول لي ماينس الرقم اللي انت جايبه لسه دلوقتي البرودكت ده 3675، اطرح عشان تجيب لي الريميندر. 1 ماينس 5 كانت بي بورو 1 بقى معايا هنا 11 اوكي، وهنا بقى في 7 11 ماينس 5 6 وبعد كده 7 ماينس 7 0 6 ماينس 6 0 3 ماينس 3 0. يبقى انت معاك ريميندر ايه؟ معايا ريميندر في المساله دي 6، بحيث ان انت لما تاخد كوشنت ملتبلايد باي ديفايزر بلس الريميندر بتاعك يرجعك للرقم بتاع الديفيدند ايه بتاعك. متفقين؟ يبقى انا معايا ريميندر ايكوالز 6. متفقين؟ ماشي. تعالوا بقى السؤال اللي بعده، اخر سؤال في كويتشن نمبر 1 1212 ديفايدد باي 12 والكلام ده ايكوالز ايه؟ طيب تعالوا نحلها بقى. 1212 ديفايدد باي 12 وديفايد ملتبلاي ماينس برينج داون. 1 ديفايدد باي 12 مش هتنفع اصغر، يلا يا توس عديها. 12 ديفايدد باي 12 فيها 1، 1 باي 12 ستيبس ايكوالز 12 وادي الماينس. 12 ماينس 12 0 برينج داون نزل ال1،
ابدأ الستبس بتاعتك من اول وجديد. 1 divided by 12 can't be، حط لي 0 اوعى تنسى. وبعدين bring down لل 2 اهو، بقت 12 divided by 12 equals 1، 1 multiplied by 12 وادي minus 12 minus 12 0. فخلصت الايه الديفيجن اوبريشن بتاعتي، وكده عندي 101. متفقين؟ خلصنا question number 1. question number 2 complete the following. معاك 3915 divided by 15، يلا نطلعها بره عشان نحلها. 3915 divided by 15، تمام؟ طيب divide multiply minus bring down، خطواتي الأساسية الثابتة معايا في كل مسألة، وحدد اتجاهك from the left to the right وانت بتعمل divide، والانسر بتاعك from the left to the right. متفقين؟ هروح اعمل ايه؟ time table of 15، يلا 15 multiplied by 1 equals 15، 15 multiplied by 2 equals 30، 15 multiplied by 3 equals 45، 15 multiplied by 4 equals 60، 15 multiplied by 5 equals 25. وهكتفي بكده، لو احتجت هكمل في التايم تيبل بتاعي، ما احتجتش خلاص يبقى المسألة هتخلص. اوكي طيب نبدأ. 3 divided by 15 كانت بي، طبعا 3 اصغر من مين؟ من ال 15. هناخد 39 divided by 15. عندك في البرودكتس هنا 39، ما عنديش، طب اللي اقل منها على طول ايه؟ 30، يبقى هو ده اللي هينفعني. 15 ده الديفايزر بتاعي، يبقى هاخد ال 2 اكتبه فوق هنا اهو، يبقى 39 divided by 15 equals 2 multiply 2 by 15 ب 30 minus 39 minus 30 يبقى 9 bring down، نزل لي مين؟ ال 1. بقى معاك ايه؟ 91. طب انا هروح ازود في التايم تيبل بتاعي هنا شويه كمان، 15 multiplied by 6 الكلام ده equals 90، يبقى مش هيجي لي 91 كبرودكت، خلاص يبقى هي 90 هي قبل ال 91 على طول، يبقى هو ده اللي هيساعدني يا ميز، برافو عليكم. يبقى على طول كده 15 دي الديفايزر بتاعي، هاخد ال 6 اكتبها فوق هنا، يبقى 91 divided by 15 equals 6، تمام؟ وبعد كده 6 multiplied by 15 equals 90، وادي الماينس بتاعتي 91 minus 90 equals 1، bring down، اوعى تنسى، معايا 5 لسه هتنزل اهي. 15 divided by 15 equals 15 divided by 15 equals 1 multiply 1 by 15 15 minus 15 minus 15 0. عندك حاجة تعمل لها bring down؟ لا خلصناها. يبقى انت الكوشنت بتاعك equals ايه؟ 261. هروح اكتب له 261. متفقين؟ طب السؤال اللي بعده بيقول لك if the price of 16 books is 560 pounds then the price of each book equal a how many pounds بقى؟ يبقى انا هاخد 560 divided by 16. خد بالك انت الاساس بتاعك انت بتحدد، هو انا محتاج اعمل divide ولا multiply ولا minus، انا محتاج اعمل ايه، وبناء عليه انت هتعرف تحل مسألتك، تمام؟ يبقى انا معايا 560 divided by 16 عشان اجيب price of each book، تمام؟ طيب اهي 560 divided by 16، ويلا divide multiply minus bring down. وعايزك تاخد بالك ان في الاسئلة ساعة الامتحانات وكده مش بيجيب لك ارقام صعبة، الموضوع بسيط والدنيا بتمشي، يعني هو وقت الجد بيجيب لك ارقام سهلة تمشي لك الموضوع. اوكي طيب، وبعد كده هاخد تايم تيبل بتاع 16 اكتبه هنا، 1 multiplied by 16 equals 16، 2 multiplied by 16 equals 32، 3 multiplied by 16 الكلام ده equals 3 by 6 18 8 and carry 1 up، 1 by 3 3 plus 1 4، 4 multiplied by 16 equals 4 by 6 24، 4 and carry up 2، 4 by 1 4 plus 2 6. وتعالوا نجرب، تعالوا نروح كده نبدأ نشوف هحتاج تاني ولا لا. اتجاهاتي from the left to the right اهوت عشان ما حدش يتلخبط. يلا 5 divided by 16 can't be، يلا يا 6 ساعديها، 56 divided by 16 هروح ابص عندي هنا 56، ما عنديش، طب اللي اقل منها على طول 48، يبقى هو دوت اللي ايه الريكتانجل اللي هيساعدني دلوقتي وانا بحل.
متفقين؟ 16 دي الديفايزر بتاعي، يبقى انا معايا 3 هروح اكتبها هنا اهي، و 3 multiplied by 16 equals 48 minus بقى 6 minus 8 can't be borrow 1، هيبقى عندك هنا 4 وهنا بقى في 16، 16 minus 8 equals 8. bring down لمين يا شباب؟ للزيرو. متفقين؟ وهنبدأ 80 divided by 16. تعال نروح نزود هنا واحدة كده كمان ولا حاجة، 5 multiplied by 16 equals 5 by 6 30 0 and carry up 3 5 by 1 5 plus 3 8. ده انا لقيت برودكت هنا equals ايه؟ 80. فلما يقول لي 80 divided by 16 هيبقى equals 5 by 16 ب 80 وادي minus 0 0. ما عنديش حاجة اعمل لها bring down فخلاص، وما عنديش remainder، فيبقى الكوشنت بتاعي equals 35. هروح اكتب له 35 وهو كاتب لي bounds. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك quotient multiplied by divisor، الكلام ده plus remainder equal ايه؟ الريليشن دي خدناها امتى؟ ريليشن between division and multiplication، صح؟ لما تاخد quotient by divisor، فاكرين الحركة اللي كنت بفضل اعملها لكم كده، quotient by divisor plus remainder بيديني dividend. طب 3561 divided by 1 equals 3561. الله يا ميس، يا ريت كل الأسئلة في الامتحان تبقى زي ده، مش كده؟ طب 0 divided by 51362 0 0 is a hero، هيفضل 0 equals 0. وده كمان السؤال ده كمان حلو يا ميس، ده أو ده. طب يلا اللي بعده 120 divided by 20، الكلام ده equals ايه؟ طبعا هبص فين؟ على الوانز بليس على طول، عندي 0 هيمشي مع الزيرة اهو، هنا في الوانز بليس 0 وهنا في الوانز بليس 0 فمشوا مع بعض. ها 12 divided by 2 equals 6، سهلة؟ هنا بيقول لي the quotient in the opposite area model is a، بيسألك على الكوشنت. طب الكوشنت بتاعي اللي هو هجمع الرقم اللي فوق ده مع الرقم ده، 60 plus 4 يبقى 64. عندك ريميندر هنا؟ لا ما عنديش، فهي كده خلاص خلصت 64 وخلصت. متفقين؟ طيب the quotient of 54 divided by 5 equals 10، هو مديك مسألة اهو بيقولك then the remainder is a، كمل لي المسألة، ادي الكوشنت بتاعك، يبقى الريميندر هنا ايه؟ طب تعالى نبص كده، 10 by 5 يا شباب equals ايه؟ 10 by 5 equals 50، وانا معايا هنا 54، 54 minus 50 يبقى معايا 4، يبقى هو ده الريميندر اللي معايا. متفقين؟ تاني اخدت 10 multiplied by 5 equals 50 وقلت 54 minus 50 فاداني 4، ال 4 ده هو الريميندر بتاع المسألة اللي موجودة قدامي. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك choose the correct answer، the remainder in the equation 36 divided by 9 equals 4 is a، نفس الكلام هنعمل ايه؟ كده الاول 4 by 9 يا شباب equals 36 يا ميس، يعني مفيش ريميندر، اتفقنا كلمة مفيش دي يعني ايه؟ يعني زيرو، وهو مفيش، يبقى كلمة مفيش دي لما تسمعها ما عنديش ريميندر، يبقى الريميندر بتاعك زيرو، كلمة مفيش ريميندر، ما هو 4 by 9 36، مسألة خلصت قدامي، مفيش ريميندر يبقى الريميندر زيرو. اتفقين؟ طب اللي بعدها A man bought 12 toys for 288 LE، then the price of each toy is a، اه يا ميس ده هو جاب 12 toys ودفع فيهم 288 وبيسألني على البرايس بتاع كل واحدة، يبقى انا مطلوب مني اعمل divide 288 divided by 12. تمام يلا نحلها اهو، 288 divided by 12. اتفقين؟ طب تعالوا نجهز كده، divide multiply minus bring down، حدد اتجاهك اهوت from the left to the right، وتيبل 12 تعالى نكتب منه كده رقمين 3، 1 multiplied by 12 equals 12، 2 multiplied by 12 equals 24، 3 multiplied by 12 equals 36، 4 multiplied by 12 equals 48، 5 multiplied by 12 equals 60. لو احتاجنا تاني نبقى نزود كالعادة. اوكي طيب 2 divided by 12 can't be، يلا يا ايد هنساعد بعض، 28 divided by 12 عندك هنا برودكت equals 28، ما عنديش اللي اقل منها 24، يبقى هي دي اللي هتساعدني، divisor بتاعك 12
يبقى التو دي هروح اكتبها فوق هنا، تمام؟ اهو 2 multiplied by 12 equals 24، وادي ماينس 8 minus 4 4 و 2 minus 2 0، مش محتاجة اكتبها. bring down بقى، نزل لي ايه؟ نزل لي ال 8. طب عندك هنا في البرودكتس اللي قدامك دي 48، اه يا ميسا اهي، يبقى هو ده الريكتانجل اللي هيساعدني دلوقتي. 48 divided by 12 equals 4 اهي، يبقى انا عندي هنا ادي 2 وكتبنا جنبها 4. 4 by 12 48، وادي ماينس 48 minus 48، خلاص زيروهات خلصت، ما معيش ريميندر، متفقين؟ والكوشنت بتاعي equals 24. يلا نروح نعلم عليه 24 اهو، تمام؟ اللي بعدها بيقول لك 3124 divided by 3124، ها equals 1 طبعا. 6 divided by 6 1، 9 divided by 9 1، 1000 divided by 1000 هيبقى 1، 2000 divided by 2000 هيبقى 1. يبقى لما يكون الديفيدند بتاعك زي الديفايزر يبقى الكوشنت بتاعك هيبقى equals 1، لما يكون الديفيدند بتاعك زي الديفايزر هيبقى الكوشنت بتاعك equals 1، متفقين؟ السؤال اللي بعده بيقول لك if 4150 divided by 29 equals 143 ريميندر كام؟ تمام؟ يبقى هو عايزك تجيب الريميندر بتاع المسألة اللي قدامك دي. أعمل إيه؟ معاك طريقتين ممكن تشتغل بيهم. أول طريقة إنك تخبي كده الأنصر اللي قدامك دي وتقول لنفسك أنا معايا مسألة ديفيجن، مطلوب مني حلها وأعرف هيطلع معايا ريميندر قد إيه. دي أول طريقة. تاني طريقة ان انت تستخدم relation between multiplication and division وتبدأ تعمل multiply للتو نمبرز دول وتشوف فضل لهم ايه الريميندر ايه عشان يوصل للرقم ده، متفقين؟ طب تعالوا المرة دي نحلها بالطريقتين، هحلها معاك بالطريقتين وهوري لك ان اللي هيحل بالطريقة دي هيطلع له الانصر بتاعته صح، واللي هيحل بالطريقة التانية برضو هيطلع له الانصر بتاعته ايه صح، اوكي؟ طب تعالوا نبدأ الاول كأني معايا مسألة عادية خالص. هبدأ أنقل النمبرز بتاعتي 4150 divided by 29، ومليش دعوة دلوقتي بالأنصر اللي قدامي ده زي ما اتفقنا. تعالوا نحلها يا شباب يلا. أنا الستبس الأساسية بتاعتي divide multiply minus bring down، والاتجاه بتاعي وأنا بحل from the left to the right، وأنا بكتب الأنصر بتاعي from the left to the right. ديفايزر بتاعي هروح ابدأ اشتغل هنا هوت شوية من التايم تيبل بتاعه، اوكي؟ يبقى انا معايا 1 multiplied by 29 equals 29، 2 multiplied by 29 equals 2 by 9 18 8 and carry 1 up، 2 by 2 equals 4 plus 1 يبقى 5، 3 multiplied by 29 equals 3 by 9 27 7 and carry 2 up، 3 by 2 equals 6 plus 2 يبقى 8، 4 multiplied by 29 equals 4 by 9 36 6 and carry 3 up، 4 by 2 equals 8 plus 3 يعني 11. هاخد 5 كمان، 5 multiplied by 29 equals 5 by 9 45، 5 and carry up 4، 5 by 2 10 plus 4 يبقى 14. تعالوا نبدأ نروح نشتغل هنا ونشوف مين هينفعني من البرودكتس اللي قدامي دي، اوكي؟ طيب انا هبدأ ب 41 divided by 29، طبعا لو خدت الفور لوحدها وقلت divided by 29 مش هينفع، الفور اصغر من ال 29، فهتبدأ الفور تقول لل 1 يلا ساعديني، فيبقى 41 divided by 29. تعال نبص كده هنا البرودكتس اللي قدامك دي، عندك فيها 41؟ ما عنديش. طب مين اللي اقل؟ مين اللي اقل او اصغر من 41؟ 29، يبقى هو ده الريكتانجل اللي هيساعدني، اوكي؟ طيب 29 ده الديفايزر بتاعي، يبقى لما اقول لك 41 divided by 29 هيدي لك 1، الرقم التاني ده اهو 1، ادي الديفايد خلصناه. multiply 1 multiplied by 29 equals 29، minus ابدا اطرح يلا 1 minus 9 can't be borrow 1، هيبقى عندي هنا 3 وعندي هنا 11، 11 minus 9 2 و 3 minus 2 equals 1، عملنا minus الدور على مين؟
برينج داون، ابدا انزل بمين؟ بالفايف اللي قدامك دي 125. تعال نبص على ايه البرودكتس اللي قدامنا. عندك 125 فيها ما عنديش، طب مين اللي اقل منها على طول؟ 116، يبقى هي دي اللي هتنفع معايا دلوقتي. اوكي ها، هروح ابص كده ان ال 29 دي الديفايزر بتاعي، هاخد الرقم الثاني 4 ده وهكتبه فوق هنا اهو 4. يبقى لما اقول لك 125 divided by 29 هتقول لي equals 4، ابدا multiply 4 multiplied by 29 equals 116 minus 5 minus 6 can't be borrow 1، مكان ال 2 هنا هيبقى فيه 1 وهيبقى عندي هنا 15. 15 minus 6 equals 9، 1 minus 1 0، 1 minus 1 0. الدور على مين؟ bring down اهو، هنزل مين؟ الزيرو نزل اهو، وابدأ الستبس بتاعتك تاني. اوكي ها 90 divided by 29، روح بص كده هنا عندك product equals 90، ما عنديش، طب مين اللي اقل منه على طول؟ مين اصغر من ال 90 قدامك؟ هو ده 87 يا ميس، هو دوت اللي اصغر من ال 90 تمام، يبقى هو الجزء ده اللي انا هشتغل بيه دلوقتي. طيب لما اقول لك 90 divided by 29 هتقول لي equals 29 هي الديفايزر، يبقى equals 3. طب 3 multiplied by 29 انا حاسبها اهي 3 by 29 ب 87 minus بقى 0 minus 7 can't be borrow 1، هيبقى عندك هنا 10 وعندك هنا 8. 10 minus 7 3 و 8 minus 8 0. عندك اي ديجيت هنا تعمل له bring down؟ ما عنديش. يعني احنا كده خلصنا حل المسألة بتاعتنا صح كده؟ اي مس خلصناها. طيب ها يبقى انت معاك كوشنت 143 ده الكوشنت بتاعك، ريميندر ايه 3. الريميندر بتاعي عبارة عن 3 لانه اصغر من ال 29. خلاص انا كده متأكد ان انا حليت صح، ريميندر بتاعي equals 3 متفقين. طيب تعالوا نروح نعلم عليها، ريميندر بتاعي هو equals 3. طيب انا قلت ان انا هحلها معاك بطريقتين مش بطريقة، دي اول طريقة ان احنا اتفقنا هنبص على المسألة وهنشتغل عليها كأنها مسألة ديفايد عادية خالص تمام، وطلع لك هو 143 واحنا عرفنا الريميندر دلوقتي equals 3 تمام. طب الطريقة التانية، الطريقة التانية ان انا هنقل المسألة دلوقتي قدامك برة تاني، 4150 divided by 29 وقلنا الكلام ده equals 143 remainder a. والوقتي هقول لك تعالى نستخدم relation between division and multiplication، بمعنى خلاص انا قدامي دلوقتي division operation، طب ايه هي العلاقة بين division operation والmultiplication؟ يعني ان انا هاخد التو numbers دول واعمل لهم multiply، لما اعمل لهم multiply للتو نمبرز دول بلس الريميندر اللي هنا لازم اوصل تاني للديفيدند بتاعي متفقين. طب تعالى ناخد نعمل ملتبلاي للتو نمبرز دول، ما هي ستيب باي ستيب. اوكي اللي يحب يحلها بالطريقه اللي فاتت اوكي، واللي يحب يحلها بالطريقه دي تمام براحتك. طيب يبقى انا معايا 143 ملتبلايد باي 29 كوشنت ملتبلايد باي ديفايزر تمام، ركز معايا هبدا بال 9 باي 3 27 7 and carry up 2 9 by 4 36 plus 2 يبقى 38 8 and carry up 3 9 by 1 equals 9 9 plus 3 يبقى 12 اجري حط ايه 0 هنا وروح شطب على النمبرز اللي انت كنت بتعمل لها carry up. اوكي ابدا اشتغل مع 2 2 multiplied by 3 equals 6 2 by 4 equals 8 2 by 1 equals 2 ابدأ اعمل بلس للتو نمبرز اللي معاك دول 7 بلس 0 7 8 بلس 6 14 4 and carry 1 up okay 1 بلس 2 3 3 بلس 8 11 1 and carry 1 up 1 بلس 1 2 بلس 2 يبقى 4. انا كده جبت ايه؟ جبت البرودكت بتاع التو نمبرز دول quotient and divisor تمام. خد الديفيدند بتاعك وقول ماينس البرودكت اللي انت لسه جايبه ده، هيطلع لك الريميندر
تاني خد الديفيدند بتاعك 4150 وقول لي ماينس البرودكت اللي انت لسه واصل له دلوقتي 4147، هيطلع لي الريميندر. اوكي، طب 0 ماينس 7 كانت بي برو 1 مكان ال 5 هيبقى عندي 4 وهنا بقى في 10. 10 ماينس 7 3، ها 4 ماينس 4 0، 1 ماينس 1 0، 4 ماينس 4 0، يبقى انت معاك ريميندر ايه 3. دي الطريقة التانية اللي يحب يحلها على انها مسألة ديفايد عادية خالص يحلها، واللي يحب يحلها بريليشن بتوين ديفيجن اند مولتبليكيشن يحلها. متفقين؟ تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقولك the divisor in 36 divided by 7 الكلام ده equals 5 remainder 1 is a، بس بيسألك الديفايزر هو مين؟ ديفايزر يبقى ديفيدند، ديفايزر كوشنت، وده الريميندر. ديفايزر هنا ايكوالز 7، الديفايزر هنا ايكوالز 7، تمام؟ طب بعد كده بيقول لك اف 840 ديفايدد باي 24 الكلام ده ايكوالز 35، مديني علاقه كامله اهي. اوكي، ديفيجن اوبريشن اهي كامله. طب زين، طب بناء عليه بيسالك بقى. اوكي، بص كده 35 multiplied by 24، 35 multiplied by 24، أنا لحد الجملة دي أنا عارف إنها هتديني إيه؟ 840، أهو 35 multiplied by 24، ده بيسألني في relation في الحتة دي between division and multiplication، أهو 35 multiplied by 24 هيديني 840، بص كده القوس ده معناه 840. طب بلس 5، مزود لك عليه بقى هنا بلس 5، يبقى 845. واضحه الفكره؟ واضحه؟ تمام. طيب تعال نبص على اللي بعدها. بيقول using the opposite area model to divide. اوكي، مدي لك area model قدامك اهو، وبيستخدمها to divide 1530 divided by x. اوكي، 1530، طبعا انا عارف ان انا بصوا الديفيدند بتاعي اول رقم بيتكتب في الاريا موديل من جوه هنا هو الديفيدند بتاعي، ديفايدد باي اكس ده اللي انا بكتبه اون ذا ليفت زي ما انت شايف كده. ذن ذا فاليو اوف اكس از ايه؟ طب اجيب الفاليو بتاعت اكس دي ازاي؟ ها فاكرين كنا بنقول الرقم اللي بكتبه فوق ده ملتبلايد باي اكس هيديني الرقم اللي هنا اللي تحت ده، يعني كاني بسالك 100 multiplied by what اللي هو x ده يدي لك 1500. تاني السؤال هنا كأني بقول لك 100 multiplied by what، what اللي هي x هيدي لك 1500. دي طريقة تحل بيها. اوكي، طب يا ميس 100 multiplied by 15 equals 1500. واحد تاني يفكر فيها ازاي؟ يقول لي يا ميس انا هاخد 1500 divided by 100 دي، 1500 divided by 100، بص معايا كده 1500 divided by 100 عشان اقول التو زيروز دول هيمشوا مع التو زيروز دول، اتفضل لي 15 divided by 1 equals 15، في الحالتين هيطلع لك ايه 15، يبقى value of x equals 15. واضحه الفكره؟ question number 4 بيقول لك answer the following questions. okay، number 1 divide 5262 divided by 57. okay، using standard algorithm. هو هنا محدد لك الطريقة اللي انت هتحل بيها، يبقى انت ما ينفعش تروح تستخدم area model، احنا لازم نستخدم الطريقة اللي هو بيطلبها مني، مدام حدد لك طريقة يبقى لازم تحل بيها. متفقين؟ طيب يلا standard algorithm، يبقى انا معايا 5262 divided by 57، وادي المسألة بتاعتي. بعد كده divide multiply minus bring down، steps الأساسية بتاعتي. دايما كده أنا عاوزك تبقى بتتعامل كده، حدد اتجاهك from the left to the right، وأنا بشتغل divide والأنسر بتاعي شغال from the left to the right. روح هنا يلا جهز لي time table بتاع إيه؟ بتاع 57. يلا 57 multiplied by 1 equals 57،
57 multiplied by 2 equals 7 by 2 14 4 and carry 1 up 5 by 2 10 plus 1 11. 57 multiplied by 3 كلام ده equals 7 by 3 21 1 and carry up 2 5 by 3 15 plus 2 يبقى 17. 57 multiplied by 4 equals 7 by 4 28 8 and carry up 2 5 by 4 20 plus 2 يبقى 22. 57 multiplied by 5 والكلام ده equals 7 by 5 35 5 and carry up 3 5 by 5 25 plus 3 يبقى 28. نكمل يا ميس، انت ليه مش بتقولي كفاية؟ ليه مش بتقولي دلوقتي كفاية ونروح نجرب؟ عشان لما بصيت بعيني، لما بصيت بعيني على المسألة، وده اللي انا عاوزاك تتعلمه بعد كده. طبعا قلت 5 divided by 57 مش هينفع، طب هتاخد التو تساعدها، اوكي؟ فهتبقى 52 divided by 57، 52 اصغر من 57 فمش هينفع، فهيقول للسكس تعالي ساعدينا، فهيبقى معاك ديفيدند عبارة عن 526 divided by 57. ديفيدند بتاعك كبير كبير. تعال بص كده، انا معايا هنا وصلت لحد ايه؟ 285. لا ده انا لسه بعيدة قوي عن 526، عشان كده انا بكمل دلوقتي في التايم تيبل معاك. واضحة الفكرة؟ يبقى انا عيني ملاحظة ملاحظة الديفيدند بتاعي قد ايه، محتاجة اقف في التايم تيبل بتاعي عند ايه. متفقين؟ طب انا هكمل كده في التايم تيبل بتاعي، اوكي؟ 57 multiplied by 6 equals 7 by 6 42 2 and carry up 4 5 by 6 equals 30 30 plus 4 يبقى 34 57 multiplied by 7 والكلام ده equals 7 by 7 49 9 and carry up 4 5 by 7 35 plus 4 يبقى 39. بصوا برضو عيني ملاحظة معايا هنا وصلت لبرودكت ايه؟ 399. طب انا شغالة هنا على ديفيدند عبارة عن ايه؟ 526. الارقام لسه بعيدة عن بعضها، الارقام دي لسه بعيدة عن بعضها، محتاجة اكمل في التايم تيبل معايا تاني. 57 multiplied by 8 equals 7 by 8 56 6 and carry up 5 by 8 40 plus 5 يبقى 45. هروح اكتب له 9 بقى عشان كده بقى خلصت كل اللي معايا. 57 multiplied by 9 والكلام ده equals تمام 7 by 9 يا شباب equals 63 and carry up 6 5 by 9 45 تمام 45 plus 6 هيدي لك 51. متفقين؟ تعالوا بقى نبدأ نبص ونحل المسألة بتاعتنا. خلاص ما انا كده كده ما عنديش حاجة تانية زودها. 526 divided by 57 تمام؟ تعال نبص على البرودكتس اللي قدامنا هنا. عندك 526 ما عنديش، طب اللي قبلها على طول ايه؟ 513 يبقى هي دي اللي هتنفعني دلوقتي في الحل بتاعي، اوكي؟ ولما اقول لك 526 divided by 57 هتيجي هنا عند الريكتانجل ده وهتقول لي 57 دوت الديفايزر بتاعي، يبقى انا هاخد ال 9 دي واكتبها فوق، يبقى ده الديفايد multiply 9 multiplied by 57 equals 513 اهو، الدور على minus 6 minus 3 3 2 minus 1 1 5 minus 5 0 مش لازم تكتبها. bring down هنزل مين؟ هنزل التو، فبقى معاك 132 divided by 57، اوكي؟ طب 132 موجود قدامك هنا product زي 132 ده موجود قدامك؟ لا مش موجود يا ميس. اللي قبله على طول مين؟ مين الرقم اللي اصغر من 132 قدامك هنا؟ اللي اصغر على طول 114، يبقى هو دي اللي هتساعدني، اوكي؟ طيب 132 divided by 57 57 هي ميس دي الديفايزر، يبقى انا هاخد ايه؟ ال2 واكتبها هنا، ادي الديفايد multiply 2 multiplied by 57 equals 114، الدور على minus
2 minus 4 can't be بور 1، هيبقى عندي هنا 2 عندي هنا 12. 12 minus 4 equals 8. 2 minus 1 equals 1. 1 minus 1 0. هي كده خلصت، لان ما عنديش حاجة تانية اعمل لها bring down. متفقين؟ طيب اول حاجة اتأكد منها ايه؟ ان الريميندر اللي معاك اصغر من الديفايزر. يعني انا معايا 18 هنا، ده ريميندر باقي اصغر من ال 57. اه طبعا، يبقى ان شاء الله انت حالل صح. طيب يبقى الكوشنت بتاعك عبارة عن 92 ريميندر 18، وده الحل بتاع المسألة. 92 ده الكوشنت بتاعي and remainder 18. متفقين؟ السؤال اللي بعده بيقول لك divide 6203 divided by 11 using area model. هو حدد لك الطريقة اللي انت هتستخدمها. يبقى هنا مش هينفع اروح استخدم له standard. متفقين؟ لازم استخدم له area model. يلا انا كتبت المسألة بره اهو، وعملت الريكتانجل الكبير بتاعي. ألف به حل ان انت تعمل المنظر ده قدامك خلاص. وبعد كده قل لنفسك انا عارف ان الديفيدند ده بيتكتب هنا، يبقى انا هروح اكتب له 6203، وال11 ده بيتكتب on the left من الريكتانجل بتاعي. متفقين؟ ال11 بيتكتب فين؟ on the left. يبقى الديفيدند بتاعك بيتكتب جوه الريكتانجل بدايته، والديفايزر بتاعك بيتكتب on the left بالمنظر ده. تمام؟ بعد كده ابدأ فكر في البيزك فاكتس بتاعت نمبر 11. بيزك فاكتس عشان توصل مين هيساعدك، مين هينجز معك في الحل. وكل ما هتوصل لبيزك فاكت كبيرة وفي نفس الوقت قريبة من الديفيدند بتاعك، كل ما هتنجز وتقلل الخطوات اللي هتشتغلها جوه الاريا موديل بتاعتك. متفقين؟ طيب انا معايا 11 اهو. طيب تعالوا نشتغل كده، نبدأ نلعب بقى بنمبر 11. نشتغل معاه كده، نلعب كده شوية في التايم تيبل بتاعنا. يعني لو قلت لك multiplied by 10 هيبقى 110. طب لو قلنا 11 multiplied by 100 كلام ده equals، ادي 2 zeros on the right وادي ال 11 نزلت. متفقين؟ طب يلا نجرب تاني. خد بالك كده 1100 دي لسه بعيدة قوي عن 6203، بعيدة. اوكي انا ممكن احل بيها، بس هفضل اشتغل في الاريا موديل بتاعتي، هقسمها لاجزاء كتيرة قوي. احنا عايزين ننجز. متفقين؟ طيب بدل ما اشتغل على 11 multiplied by 100 تعال نجرب 11 multiplied by 200. الكلام ده equals، عندي 2 zeros هينزل on the right و 11 by 2 يعني 22. ها بقى معاك 2200. اخبارها ايه بالنسبه ل 6000؟ بص كده 6000 وبتقولي هنا 2000، بعيده لسه، بعيده. طب يلا 11 multiplied by 300 الكلام ده equals 2 zeros on the right و 11 by 3 يعني 33، بقت 3300. ايه الاخبار هنا 6000 من غير ما اكمل، لسه بعيده. طب يلا 11 multiplied by 400، 2 zeros هم on the right و 11 by 4 يعني 44,400. ايه الاخبار وهنا 6203؟ لا لسه هجرب كمان. 11 multiplied by 500، 2 zeros هم و 11 by 5 55 5500. اه يا ميس بصي قربت ازاي، بصي قربت ازاي. انا لو جربت بصوا 11 multiplied by 600 هروح انزل 2 zeros بالمنظر ده، و 11 by 6 يعني 66 6600 بقت اكبر من الديفيدند فبعدت فمش هتنفع. يبقى البيزك فاكت اللي انا هشتغل بيها دلوقتي واول واحده هحل بيها وهتعامل بيها هي دي. ده اكبر رقم قريب بالنسبه لي من 6203. تمام؟ طيب يبقى انا لما اقول لك 6203 divided by 11 احنا اتفقنا هنشتغل مع الريكتانجل ده. تمام؟ طيب 11 ده الديفايزر بتاعي خلاص، هو مكتوب اهو. هروح اخد مين 500 واكتبها فوق هنا 500 اهي. طب لما تعمل multiply 500 by 11 ادي 2 zeros بتوعي و5 by 11 55، او تروح تنقلها من هنا براحتك. يعني
الدور على ماينس، ماينس اهي 3 ماينس 0 3 0 ماينس 0 0 2 ماينس 5 كانت بي برو 1 هيبقى عندك هنا 12 وهنا بقى فيه 5 12 ماينس 5 يعني 7 متفقين؟ يبقى انت كده معاك ايه؟ معايا 703 هطلع بيها فوق هنا 703 متفقين؟ طيب بعد كده تعالى نشوف مين من البيزك فاكتس ممكن نتعامل بيها وتسهل علينا الحل، لاني هبدا اشتغل 703 ديفايدد باي 11 متفقين؟ طيب هنا هو يا ميس بصي وانا شغال على 100 ديت، ف 11 ملتبلايد باي 100 ايكوالز 1100 دي اكبر من 703 تمام. وبرده لو قلنا 11 باي 10 هي دي اللي اصغر هيديني 110، فكر كده 110 قريبه ل 703 بعيده، يبقى انا هشتغل خطوات كتير تاني. امال ايه؟ هندور على بيزك فاكت قريبه ل 703 متفقين؟ هنا كنا بنعمل خد بالك ملتبلايد باي 100 200 300 400، لا انا هشتغل بقى على ملتبلاي باي 10 باي 20 باي 30 وهكذا عشان اظبط المساله بتاعتي. باي 10 انا كاتبها اصلا اهي، يبقى هنزل تحت اقول لهم 11 ملتبلايد باي 20 الكلام ده ايكوالز وادي 0 و11 باي 2 22 220 بعيده لسه عن 700 ايه and 3 11 multiplied by 30 وادي 0 11 by 3 33 330 بعيده عن 700 and 3 11 multiplied by 40 equals وادي 0 11 by 4 440 لسه بعيده يا مس. طب 11 multiplied by 50 الكلام ده equals وادي 0 11 by 5 55 550 وهنا 703. طب نجرب يا ميس كده 11 باي 60 الكلام ده ايكوالز وادي 0 و11 باي 6 يعني 66 660 دي قريبه قوي يا ميس ل 703 هي دي اللي هينفع تمام هستخدمها دلوقتي. بس خليني اقول لكم حاجه، انا قدامك دلوقتي عمال اشتغل معاك بيزك فاكتس اللي هو باي 10 وباي 10 وباي 20 وباي 30 وباي 40 وباي 50 لحد ما وصلت قدامك لملتبلايد باي ايه 60. واحد تاني كده شاطر يعني بيعرف يقول ايه يحسبها في دماغه مش محتاج يفضل يكتبها كده، ممكن يجرب مثلا من اول 11 ملتبلايد باي 50 يبقى 550 طب 11 باي 60 660 على طول ياخدها يستخدمها، شاطر عارف ينجز في الحساب بتاعه. لكن انا قدامكم دلوقتي بشتغل اكتر من حاجة علشان بعلمكم ستيب باي ستيب يا شباب متفقين؟ لكن انت ما انتش محتاج تكتب كل ده لو بتعرف تعمله منتلي في عقلك. طيب يلا نروح نشتغل. ها يبقى انا معايا هوت 703 divided by 11 وقلنا هنشتغل مع الريكتانجل ده، ال 11 دي خلاص الديفايزر بتاعي، هاخد ال 60 دي واكتبها فوق هنا وسكستي ملتبلايد باي ال 11 600 اند سكستي وادي الماينس بتاعتي 3 ماينس 0 3 0 ماينس 6 كانت بي برو 1 فهيبقى عندي 10 هنا وهنا بقى فيه ايه 6 10 ماينس 6 4 تمام. ابدا خد 43 دي واطلع بيها الريكتانجل الجديد بالمنظر ده وابدأ فكر 43 divided by 11 هيدي لك ايه؟ 43 divided by 11 هيدي لك ايه؟ ممكن ده هنا نشتغل منتلي؟ تعالى نشتغل منتلي. لو قلت لك 3 multiplied by 11 هتقول لي 33، خليك فاكر 3 by 11 33. طب 4 by 11 44 وانا معايا هنا 43 يبقى 4 by 11 مش هتنفع، هاخد ال 3 واكتبها اهي 3 by 11 33 وادي الماينس بتاعتي 3 minus 3 0 4 minus 3 1. بص كده معايا ايه 10 وال 10 اصغر من مين؟ من ال 11 يبقى ال 10 ده remainder، ال 10 ده ايه remainder. طب تعالى نروح نكتب له الكوشنت هنا الكلام ده equals هبدأ اجمع ايه النمبرز اللي قدامي دي 500 plus 60 560 plus 3 يبقى 563. اوعى تنسى ان معاك remainder ايه 10
يبقى 563 ريميندر 10 اللي اتبقى معايا، وببقى متأكد ان ده ريميندر لما بص وقارنه بالديفايزر. لازم الريميندر يكون اصغر من الديفايزر بتاعك اللي معاك في المسألة. متفقين؟ بعد كده معايا ستوري بروبلم هنا بيقولك a teacher wants to distribute. اول ما تشوف كلمة distribute مفتاح المسألة بتاعك تعرف ان انت عندك divide في الستوري بروبلم دي. اوكي 420 prizes to 7 classes equally. تمام، معاه جوائز هيبدأ يوزعها على الفصول equally. اوكي how many prizes per each class، كل واحد هياخد كام، كل فصل هياخد كام جايزة، يبقى number of prizes الكلام ده equals 420 divided by 7. متفقين؟ انا اقدر احلها وهي في مكانها كده. ليه يا ميس؟ اشمعنى؟ علشان الديفايزر بتاعي عبارة عن 1 digit number، فانا اقدر اشتغلها وهي في مكانها. بصوا معايا كده equal اهو، وانا عارف وانا بشتغل الديفايد start from the left to the right، صح كده؟ وانا بكتب الانسر بتاعي from the left to the right. 4 divided by 7 مش هتنفع، عشان الفور اصغر من السفن، هتاخد التو تقول لها يلا نساعد بعض. 42 divided by 7 equals 6. 0 divided by 7 0، يبقى طلع لي ايه؟ 60 prizes. خلصت في ايه؟ في ستيب واحدة بس. متفقين؟ معنا ستوري كمان بيقولك there were 29 girls and 27 boys in a class. اوكي؟ The teacher asked them to work in groups of 8. عايز يقسمهم لجروبس، وكل جروب منهم فيه 8 بيوبلز. متفقين؟ How many groups there were؟ هيتكون كام جروب؟ هيتكون كام جروب جوه الفصل؟ طيب أول حاجة لازم أفكر فيها إيه؟ Total number of girls and boys. لازم أجيب عددهم الأول مع بعض عشان أقدر أقسمهم. أوكي؟ يبقى total number of boys and girls، والكلام ده equals، وهناخد النمبر بتاعتهم، وما دام قلنا total يبقى هنعمل بلس، يبقى معايا 29 بلس 27 اهو، 29 بلس 27 اجمع 9 بلس 7 16 6 and carry 1 up 1 بلس 2 3 3 بلس 2 5، طلع لي ايه؟ 56 pupils. بقى التيتشر بتاعي الكلاس بتاعه في 56 ايه؟ بيوبلز. تمام؟ طيب بعد كده بيقولك زي ما اتفقنا هو عايز يقسمهم لجروبس اوف 8. تمام؟ how many groups there were، هيبقى عندي how many groups. طيب يبقى number of groups والكلام ده equals، هاخد ال 56 العدد بتاع الطلاب divided by 8 الرقم اللي موجود قدامي، والكلام ده equals ايه؟ 7. تمام؟ equals 7 groups. يبقى لما يقسمهم كل 8 students in group، كل 8 students او pupils in group، اوكي؟ يبقى في الاخر هيبقى عنده 7 groups. 7 ايه يا شباب؟ groups. متفقين؟ طيب ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا السلام عليكم.